نعم، ونتابع نشرة في سياق آخر، حيث تهدف بطاقة الأحوال المدنية الذكية المتوقع إصدارها خلال شهر آب المقبل إلى رفع مستوى الأمان وتسهيل العديد من الأمور والخدمات على المواطنين، كما أنها ستحمل خانة خاصة بالانتخابات والاقتراع. المزيد حول البطاقة الذكية مع هاشم العامر. البنية الأساسية التكنولوجية في الأردن والمتمثلة في وصول نسبة استخدام الهواتف الخلوية إلى 156% من عدد السكان ووصول نسبة انتشار استخدام الإنترنت إلى 73% يشير إلى أهمية واستعداد المواطن للاعتماد على التكنولوجيا والسماح بتغلغلها في حياته اليومية، وهو الأمر الذي يجعل من مشروع البطاقة الذكية موضوعا ذا أهمية للمواطن والحكومة على حد سواء. البطاقة الذكية هي استحقاق وآلية لتطوير كافة وثائق الأحوال المدنية، وعلى رأس هذه البطاقة واللي بتشكل يعني حلقة مركزية في منظومة الإثبات اللي بيحملها الإنسان. البطاقة هي مثل البطاقة الحالية، ولكن يضاف عليها القراءة الفنية، المعلومات بصرية ومعلومات فنية بسعة تتسع 144 كيلو بايت. العمل جاري الآن في يعني موضوع النظم وكافة يعني ما يتعلق بهذه البطاقة من آليات وتوسيع مكاتب، وإن شاء الله سيتم افتتاح مكاتب مؤقتة لتوزيع هذه البطاقة. البطاقة الذكية هي بطاقة بديلة للبطاقات التي يحملها المواطن حاليا مثل بطاقة الأحوال المدنية ورخصة القيادة، كما أنها تمتاز بتطبيقاتها المتعددة، حيث يمكن إضافة خدمات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وغيرها، مع إمكانية استيعابها لكل التطبيقات التي يمكن تطويرها مستقبلا، إضافة لدورها في تسهيل عملية الاقتراع في أي انتخابات مقبلة. هناك معايير معينة يجب أن تتضمنها هذه البطاقة، المعلومات الضرورية، الدائرة الانتخابية مثلا، الصورة، الاسم واضحا، كل هذه المعلومات. ما يهمنا أيضا معرفة أن هناك وقت محدد للهيئة لكي تقرر استخدام هذه البطاقة أو لا تستخدم هذه البطاقة. ضبابية الأمور المتعلقة بشكل البطاقة القادمة وتكلفة استخراجها تسبب في عدم وضوح الصورة كاملة حولها عند المواطن. كتير منيح عن جد، كتير وفرة جديدة بالأردن، يعني الواحد بيستفيد منها. شوف والله فكرة حلوة بصراحة، ونوع من أنواع التطور، لأنه ملينا من الإشي التقليدي. البطاقة بالعكس يعني راح تسهل على المواطن، يعني وراح بأي دائرة حكومية راح تكون إجراءاته أسهل، وهي ما راح تكون غالية. يعني الحكومة أعلنت على لسان رئيس الوزراء أن آب المقبل هو موعد إصدار البطاقة لثلاثة ملايين مواطن، وسط توقعات لرفعها لخمسة ملايين، موعد يترقبه الأردنيون جميعا على أمل أن تحقق البطاقة الذكية هدفها وغايتها. هاشم العامر، رؤيا.